إسرائيل تستهدف مواطناً أسترالي منتمي للحزب في جنوب لبنان، والدولة الأسترالية تتحرك للتحقيق. فما القصة؟ أكدت الدولة الأسترالية اليوم الخميس مقتل 2 من مواطنيها في ضربة جوية إسرائيلية على بلدة بنت جبيل الجنوبية. وكان قد أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية مارك دريفوس في مؤتمر صحفي أن أستراليا فتحت تحقيقاً بشأن هذا الشخص بالتحديد بعد إعلان الحزب أنه على صلة به. وأشار دريفوس أن الحكومة الأسترالية تواصلت مع إسرائيل بشأن الضربة، لكنه رفض الكشف عن ما تمت مناقشته، داعياً الأستراليين في لبنان إلى مغادرة البلاد. ووقعت الضربة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالتزامن مع تفاقم التوترات في المنطقة الحدودية بين الجيش الإسرائيلي والحزب. رحيم إجا من السفر نهار الخميس الماضي، مثل اليوم يعني، نزل ابن عمه جابه من المطار، ما كان قايل لحدا، كان عمله مفاجأة، هذه تاني مرة بيعملها يعني، ما بيقول لحدا. السنة الماضية نزلت أنا جبته من المطار، ما كان قايل لحدا. كان جاي طلع أهله وعلى مرته، هو مقرب ورق لمرته كمان، مقدم لورق وجه ورقة على أساس أنه جاي بالضبط 35 يوم ويخدها معه. بدوره لم يعلق الحزب على إعلان السفارة الأسترالية سقوط 2 من مواطنيها بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، مكتفيا بنعي أحد عناصره الذي استشهد في الضربة رفقة إبراهيم وشروق بزي. وفي التفاصيل يروي لنا أحد سكان قرية بنت جبيل الجنوبية تفاصيل الضربة الإسرائيلية. هو صار له سنتين بأستراليا ومجنس، ما هو جنسية، كيف خلقان هناك؟ يعني هنيئا له، بس والله كارثة بكل معنى الكلمة يعني. جماعة أوادم من يعني، جماعة بلا زهرة أوادم، جماعة شو بدي أقول لك، شبعانين جماعة يعني. حي اللي ضربوه في شي 10-12 بيت، حي كتير صغير يعني. لما عجزوا الدفاع المدني وقد ما شو بدك تشيل الردم لتشيل، دقوا للبوكات، دقوا اول شيء لجرفت، شو بقول له جرفت هذه الجنزير، ما كانت تفوت على بالحي، ما كانت تفوت، الحي كتير صغير يعني، بكأب ما بفوت لجوا، انجأ سياره بتفوت بتخلص يعني. رجعوا دقوا لجرافي اصغر، اجى بدها تفوت كمان ما كانت تفوت. اخر شيء لمين دقوا للبوكات، لدقوا لبوكات جراف صغير، جرفت البوكات الصغيره لاجت، بس شو بدها تشيل لتشيل. فكارثة، كارثة بكل معنى الكلمة. والحي كان مليان، الحي كان مليان، بس ما في إزاز على إزاز، بيوت كلها انضربت. مارك دريفوس وصف الحزب في تصريحه على أنه منظمة خارجة عن القانون مدرجة في أستراليا، ويعتبر تقديم الدعم المالي لها أو القتال في صفوفها جريمة لأي أسترالي بحسب تعبيره. هذا الأمر قد يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول إمكانية تأثير هذه الحادثة على مستقبل المغتربين اللبنانيين في أستراليا والتضييق عليهم وعلى مصالحهم، بالإضافة لإمكانية الحد من تأشيرات السفر.